السلام عليكم الجوار. كما عارفيني دائما كنغوص في الصحف الانجليزيه وكنشوف الاخبار اللي كتقالوا على اللاعبين الحكيم زياش، بحيث الموقع ديال فوتبول لندن ضوا على اهم اللاعبين اللي غادي يلعبوا ضد ارسنال نهار الاربعاء. المهم نعطيكم الخوت شنو قالوا الصحافه وشكون اللاعب اللي غادي يلعبوا واللي كاع ما لعبوا ضد مان سيتي غادي يلعبوا ضد ارسنال ان شاء الله نهار الاربعاء في ديربي لندن. كما عارفين توماس توخيل زرع عديد من التغييرات ولعب بهم ضد سيتي بحال لاعب حكيم زياش الونسو وغيلمور وعديد من اللاعبين الاخرين. هادشي علاش ماتش الاربعاء غادي يضم العديد من اللاعبين اللي غادي يلعبوا كاساسيين والعديد من اللاعبين اللي غادي يلعبوا كاحتياطيين بحال كريستنسن اللي تصاب في اخر مباراه سيتي ما غاديش يلعب كما قالوا، ولكن يقدر يلعب نهار السبت ضد ليستر سيتي في كاس الاتحاد. وايضا كوفاتيتش يقدر يلعب ضد ليستر سيتي على الرغم ان كوفاتيتش غادي يكون متاح ضد الارسنال. وايضا يمكن يلعب تياغو سيلفا وبنتيلو والاموسرمون ضد الارسنال ضروري، ولكن ما غاديش يلعبوا دقائق كثيره. علاش؟ بحيث انهم لاعبين مهمين المدرب توخيل، وبالتالي غادي يحتاجهم في كاس الاتحاد الانجليزي نهار السبت هو الفينال، بحيث ضروري خاصو اللاعبين اللي يكونوا مهمين ديال البصه. ومن المحتمل ايضا يعود اللاعب جورجينيو اللي كاع ما لعب ولعب مكانه غيلمور اللي قدم مباراه جيده نوعا ما رغم انه صغير في السن، لكن من المحتمل يعود هو لاعب كانتك اساسيين. وقالوا ايضا هاد الكلمات اسطوره اللي ركزوا عليها مزيان. شنو قال الموقع ديال لندن؟ قال باللي توخيل غادي يوجد صعوبه في استبعاد زياج بعد الاداء ديالو القوي في المباراه الاخيره ضد سيتي. وايضا بيلي غيلمور اللي قدم نزهه رائعه كما قالوا زياج في هذه المباراه، بحيث ما عنده ما يقول بعد الاداء ديالو الاخير، بحيث يجي الهدف اللي حاسم ولا رجع المباراه، يعني ما عنده ما يقول. وقالوا ايضا باللي يقدر يشرك كاي هافرتز في الهجوم، وغادي يكون هناك شكوك في اللاعبين بين كاي هافرز وبوليسيتش وفيرنر وموسرمونت، هذول يقدروا يلعبوا مع زياش، يعني زياش يقدر يكون حاضر بشكل اساسي بحيث يقدم مباراه كبيره في اخر مباراه. وما يمكنش توخيل يحطموا ويقتلوا بعد الاداء ديالو الاخير، يعني اللي قلتوا عارفوا توخيل راه ماشي عادي. وفي الدفاع يقدر يلعب كورزوما وروديغر وسيزار اسبلاكويت. يعني الخوت كملخص الهضره اللي قلت وتكيه يقدر يلعب بها هي عندكم في الحراس كما العاده، عندنا الحارس ماندي او اللي يقدر يعطي بعض الفرص او الدقائق للحارس كيب اللي شحال ملعب. وايضا الدفاع قلنا كما قلت دابا كورزوما وروديغر وسيزار اسبلاكويتا في الوسط الميدان، يقدر يلعب ثلاث لاعبين كانتي جورجينيو او اللي يقدر يلعب غيلمور، ويلعب ايضا بريت جيمس او لا اودوي، ويلعب زياش بين تشيلول وكاي هافرتس وموسن مونتش او لافيرنا. يعني هاد اللاعبين هما قرار يلعبوا، بحيث مباراه غتلقى غياب ديال كريستنسن كوفاتيتش مشكوك، غيلمور يقدر يدخل يقدر ما يدخلش، لكن زياد ضروري خاصو يلعب حسب الموقع الانجليزي فوتبول لندن. هذا ما كان اخوت، من عجبكم الخبر كان معكم اخوكم روان، تهلاو لي فراسكم.